السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قباقة من قناة قباقة تي في. بإذن الله صلوات التراويح هتبث على التلفزيون مباشرة من جامع عمرو بن العاص مع الإمام وثلاثة مصليين كمان. فالخبر ده صحيح غير خبر فتح الجوامع اللي أنا طلعت قلت عليه إن هو مش صحيح، ان الجوامع مش هتتفتح زي ما كانوا بيقولوا انها المفروض تتفتح الجمعه اللي فاتت اللي هي كانت امبارح، بس طبعا ما اتفتحتش زي ما قلنا في الفيديو. ولكن باذن الله باذن الله في امل اهو ان جامع عمرو بن العاص هيتفتح، امام هيصلي بتلاتة ويمكن ازيد، بس يعني صلاه الطريق حتى بس على التلفزيون، ودي حاجه حلوه. انا شايف ان احنا رايحين كده في حاجه حلوه، بالذات كمان ان العلاج خلاص ادرج من منظمة الصحة العالمية. والعلاج اللي هو جاي مصر اللي انا عملت عنه فيديو ولسه هعمل عنه كمان فيديو عشان معرفتش اقول اسمه صح، بس ما علينا يعني. فبإذن الله استبشروا استبشروا خير، الدوامة هتتفتح بإذن الله، الدنيا ترجع لطبيعتها بإذن الله. نرجع نلعب كورة تاني بعد الساعة 11، وبعد الكورة نطلع نشرب قصب والدنيا تبقى جميلة بإذن الله. استبشروا خير يا جماعة، خير. تفائل كده، تفائل، اطلع لك من الضلمة اهو. شفت؟ استبشر بقى، دي اللي طلعت لك من الضلمة اهو جدع. اي حد انا ما طلعش من الضلمة لاي حد. نرجع بقى تاني. ايش؟ ايوه، عالضلمة عالضلمة وعالضلمة وحبيبي عالضلمة.